كنت قاعده مع صديقه بوذيه بتقول على نفسها نون براكتسنج بوذا، يعني مش بتمارس المله، لان هي بتامن او مش بتروح المعبد عشان تصلي، لان بتامن ان وجود ربنا في كل مكان في الارض طول ما انت بتعامل الناس صح، وكما تدين تدان، وان رزقك مكتوب طول ما انت بتسعى، ان انت عايش على الارض، الارض فيها فرص طول ما انت بتسعى. ده بقى بعد حوار طويل لما اكتشفت ان انا مصريه ومصريه امريكيه، انت منين، لونك، شكلك، ملامحك مختلف، ايه ملتك، ايه لغتك، بتاكلي ازاي، بتشربي ازاي، بتصلي ازاي، لبسك ايه، بتتجوزوا ازاي من بعض، الكلام ده كله. الست دي برضو هاجرت امريكا من وهي صغيره مع اهلها، اهلها واجهوا حاجات مش لطيفه في بلدهم، فبتقول انها التزمت بعادات وتقاليد كتيره من اهلها عشان ترضيهم، عشان ما يبقوش تبقاش ديس اونرينج ده، عشان ما تفضحهمش مثلا. ولكن في حاجات تانية سبيشال، الحاجات العاطفيه، اختارت ان هي تتفاهم مع اهلها بالطريقه وتفهمهم انه لا، انا عايشه في امريكا وليا الحريه اني اختار، عندي كامل الحريه اني اختار. اتجوزت من راجل ابيض امريكي، يعني اللي هو من اصول اوروبيه، ما فيش حاجه اسمها امريكي، كلنا امريكان كده، بالصلاه على النبي، اللي عايشين هنا في سلام وبندفع ضرايبنا يعني محترمين، كلنا اميجرانتس. يعني امريكا دي عباره عن ارض خصبه جايه لاي حد عايز يعيش فيها بسلام ويدفع ضرايبه ويمشي مع النظام اللي ماشي، واحنا زي الفل كده، لا ضرر ولا ضرر. الراجل ده برده مسيحي، بس اختار ان هو يبقى نون براكتسنج، يعني ما يروحش الكنيسه، لانه برضو بيامن ان وجود ربنا في كل مكان في الارض، المهم ان انت تعامل الناس صح وبصدق وباخلاص، وان الطاقات بتاعتك بتبان، بتشد الناس حواليك، بتشد حسب انت طاقتك حلوه هتشد الناس الحلوه حواليك، طاقتك سلبيه هتشد الناس السلبيه حواليك، طاقتك مرضيه بعد عنك سيئه باي طريقه هتشد كل الكلام ده حواليك. ان الطاقه بتاعتك والشعور اللي هو احنا بالبلدي بقى عندنا كل الكلام ده، لما نيجي نترجمه في ايتين، في 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 حديث او في دعاء، اعملوا بالنيات، وفي ايه ان في السماء رزقكم وما توعدون. يعني لما قعدنا مع ناس شكلها مختلف وملتها مختلفة وجاية من أنحاء العالم وبتشتغل وبتكح الدم وعايشة في أرض زي ما انتوا شايفين لونها ايه، شكلها عامل ازاي، كلنا وصلنا لكونكلوجن واحد بس، قلت لها ما احنا عندنا لما سالت يعني كمله الاسلام والست بتتعامل ازاي، والضرب والاهانه والسيطره والكنترول والحجاب واللبس الكتير والحب والغرام و كلنا وصلنا لنفس الكونكلوجن، كلنا كنا قاعدين على ترابيزه واحده وتفهمنا، ووصلنا ان احنا كلنا شبه بعض، سبحان الله، والسماء رزقكم وما توعدون. يعني اللي من الغرب، اللي من الشرق، من الجنوب، من الشمال، اللي لونه كذا، اللي ملته كذا، اللي عقيدته كذا، اللي اختار انه ما يكونش عنده عقيده، امن ان هو في السماء رزقكم وما توعدون، وحسب ما انت بتسعى وحسب نيتك، حتى لو انت اسلوبك ساعات مش ذكي، لكن حسب نيتك بتشد الحاجه اللي انت بتتمناها. الناس دي ناجحه جدا في شغلها، ناجحه جدا في التواصل الاجتماعي بتاعها، ناجحه جدا في تربيتها لاولادها، ناجحه جدا في احترامها للاختلاف. لما الست كانت لابسه كات وقالت لنا على الحجاب وما الحجاب، وقلت لها احنا المفروض نكون محتشمات عشان بلا 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 بلا، فقالت اه انا اسفه ان انا موجوده حواليكم وانا لابسه كات. قلت لها مش قصدك ان انت تثيري الغرائز والكلام ده كله، احنا كلنا عايشين في بلد الناس بتلبس كده، فانت مش شاذه عن الطبيعي، مش داخله تقولي اه انا عايزه كذا. هي فرحتي لما تكوني لابسه حاجات كتير ونيتك وحشه واسلوبك وحش ونظراتك كلها شهوه وفتنه وحاجات بالصلاه، بس ايه رايكم في الاداء وانا كده مؤدبه؟ مش انا خالص، سبحان الله. انا مبسوطه جدا ان انا بتعرف بالناس دي، وعايزه انقل لكم الصوره دي، بس هنقلها لكم وانا هنا احسن عشان خاطر ما يحصليش مصيبه ثانيه. سلام.